ابو علي، انت مع ولا ضد الكلام اللي بيقوله؟ لا طبعا انا متفق مع كلام سواء تريبي او عبد الحكيم او عويس، وشايف ان كلام منطقي، لكن انا الماتشين دول بالذات محتاجين لايف كوتش اكتر من هم محتاجين شغل تكتيك وشغل فني. لعيبه مصر حافظه لعيبه السنغال، عندهم لعيبه واسماء كويسه، المدير الفني بتاعهم طريقه لعبه محفوظه، يمكن البطوله كلها بتاعت امم افريقيا تصفيات كاس العالم بيلعب ب 4 3 3 بيضغط اي فريق قدامه بيضغط بشكل قوي جدا. لكن زي ما قلت لحضرتك اللعيب في الماتشات دي او الماتشات اللي هي ما فيهاش هزار زي ما بيقولوا، ما فيش اي مرونه ان انت تعوض، بتحتاج في الوقت ده شخصيه اللعيب. وانا اكاد اجزم ان من اقوى اسباب ان النادي الاهلي مثلا سيطر في فتره من الفترات مع مستر رونالدو كان بيختار شخصيه اللعيبه قبل يختار اللعيب. اللعيب اللي هينزل مهزوز او ما يركزش او يقعد هيجي في اليوم ده هيبقى بره المود خالص وهيخسر الفرق. لو اللعيبه واقفه على رجليها وعندها شخصيه وما اتخضتش من الجمهور او من الاسماء اللي هتلعبها، الموضوع هيفرق معانا طبعا بشكل كبير جدا. عايز اتكلم يا كابتن اسلام ان الهزيمه قدام منتخب السنغال في فاينل امم افريقيا مش مقياس على الاطلاق، انت كنت اجهدت بما فيه الكفايه، كان عندك لعب ماتش زياده بالظبط وكمان لعبت قدام فرق قويه جدا عكس منتخب بوركينا فاسو، فان الناس تقول اصل هم غلبونا وكانوا مسيطرين على الماتش او كانوا افضل مننا، دي مش مقياس. انت دلوقتي مستعد بشكل كويس، اللعيبه بتاعتك فايقه بشكل كويس، اللعيبه عندك يعني حفظوا منتخب السنغال اكتر، وجود الجمهور او اللعب على استاد القاهره هيفرق مع الفرقه بشكل اكتر، فشايف ان شاء الله فرصنا، ويمكن انا متفائل خير ان ربنا هيكرمنا ان شاء الله. بس اللي اتمنى ان هو يحصل ان لنا يعني لا نتلقى اي اهداف في الماتش اللي هيبقى على ملعبنا في استاد القاهره. الموضوع ده بالنسبه لنا مهم جدا. على قد ما تطلع شباكك نظيفه في المباراه دي، سواء حتى لو تعادلت 0-0 يا كابتن اسلام او فزت حتى 1-0، عارف ان 0-0 دي نتيجه بالنسبه لي برافو عليك مهمه جدا، وفي صالح في الكوره اسوء احسن نتيجه فعلا. وتروح تلعب في دكار وانت 0-0 افضل ما تروح تلعب في دكار 2-1 مثلا. صح. فانا اتمنى ان احنا يبقى عندنا ضغط ونضغط من اول ربع ساعه وضغط بكثافه، ونستغل حاله الشحن والدفع المعنوي اللي هيبقى بيمثلها جمهور من الجمهور المصري العظيم اللي باذن الله. ايه 2-1 بعدنا فرصتين واحنا هناك. لا ليه؟ فرصه واحده بس، لو انا كسبان 2-1 عندي فرصتين. ايه الفرصتين؟ ان اطلع متعادل من الماتش. تطلع متعادل او كسبان. يعني بس هو لو جاب في الجون، لو جاب في الجون يا خالد ماشي. طب ما هو 0-0 لو جاب في الجون لازم ترجع برضه. انا قصدي 0-0، انا اقصد اي هدف بتسجله هناك لا احسن من التعادل. اي فوز لا، انا عارف، انا بتكلم في قصه ان انت تخرج بشباك نظيفه. فكره ان انت تخرج بشباك نظيفه ده هيمثل لود على فرقه السنغال، هيبقى في تحفظ مسرعات. انت ممكن تخرج 6-1 مثلا، 6-1 دي مش شباك مش نظيف. الوقت دي كانت فلسفه. لا انت لو هتجيب سكور سوري سوري حلوه عجبتنا كلنا اي حاجه. لا 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 4-1 طب 5-3 احنا لسه بتقول يا جماعه خريمة. طيب او 4-3 على فكره كل النتائج حصلت ولا بس، لكن ماشي هتقول اي نتيجه هتضربها. وال 4-1 موجوده برضه. ايه 4-1 و3-1 طيب بغض النظر، لكن في الاخر هي نتيجه قد تكون صعبة. بس هو سؤال فعلا في 4-1؟ في الخمسينات في 4-1. الخمسينات 4-1 قديم ده خد بالك.